الخلق الرفيع هو مظهر الانتظار السلوكي. أن تكون ذا أخلاق سامية، أن تكون مبتسما، أن تكون متواضعا، أن تكون خلوقا، حتى مع غير الشيعة، حتى مع غير المسلمين. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة لبر أو فاجر، لمسلم أو كافر، وحسن خلقه مع الناس، ما قال مع خصوص المسلمين، مع الناس، قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. الخلق الرفيع هو مظهر